بالمركز الدولي للمؤتمرات، كل شيء جاهز لضمان تغطية إعلامية شاملة لرئاسيات 7 سبتمبر. وسائل تكنولوجية وتجهيزات تقنية وفرت للصحفيين، قاعات تحرير جهزت بعدد معتبر من الحواسيب واستوديوهات مخصصة للحصص والبرامج مع توفير عتاد التصوير والتركيب، كل هذا تحت تصرف وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. وضعنا قاعتي تحرير مجهزتين بأزيد أو بحوالي 150 جهاز حاسوب مربوطة بشبكة أنترنت عالية التدفق. القاعتين أو قاعتي التحرير مجهزتين بشاشتي عرض حائطية تمكنهم من متابعة سيرورة العملية الانتخابية في مواقع الاقتراع وغيرها للحصول على مستجدات هذه العملية بكل أريحية. وضعنا أيضا فيما يخص وسائل الإعلام السمعية البصرية 7 بلاطوهات مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، 5 استوديوهات للإذاعة، 7 للتلفزيون. وضعنا أيضا قاعة لما بعد الإنتاج مجهزة بأزيد من 15 وحدة للتصميم الجرافيكي وتركيب الفيديو. أخبار آنية وبشكل مجاني ستتيحها وكالة الأنباء الجزائرية للصحفيين الوطنيين والأجانب من خلال موقع الوكالة وشريط الأخبار الذي سيكون مفتوحا بعدة لغات. لضمان تغطية آنية للعملية الانتخابية وضعنا تحت تصرف الصحفيين شريط أخبار وكالة الأنباء بعدة لغات، أكثر من 8 حواسيب مجهزة بالشريط الأخبار لوكالة الأنباء الجزائرية. هي إذن وسائل ومعدات تكنولوجية سخرت لصالح الإعلام الوطني والأجنبي لضمان تغطية هذا الموعد الانتخابي الهام.